استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر الإقضيبية صباح اليوم. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما على ضرورة التنسيق في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالأمة، خاصة في ظل التهديدات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة. إلى ذلك فقد تطرق سموهما إلى أهمية التشريعات التي تدعم الحراك الاقتصادي والعملية الاستثمارية، مؤكدين سموهما حرص الحكومة على استمرار تطوير هذه التشريعات لتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري وجعل البيئة الاستثمارية فيها محفزة أكثر لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.